ذكر المؤلف باب الرياء. الرياء عندنا الأصل في أن الشرك أصغر وقد يصل إلى الأكبر. ابن القيم رحمه الله يقول هذا، يقول الرياء الشرك الأصغر فيسير الرياء. يعني ابن القيم يرى أن كثير الرياء شرك أكبر. من أخلاق أهل النفاق ماذا تصنع؟ علاج الرياء باختصار، الأول دراسة التوحيد والعمل به، لأنه عندما توحد الله لا تبالي بأحد في دين الله. الثاني ماذا؟ الدعاء، فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورنا. الثالث عدم ترك العمل خوفا من الرياء. انتبه، خطير الشيطان، إما أن يوقعك في باب الرياء أو يوقعك في ترك العمل خوفا من الرياء. هذا الأخ الآن يريد يصلي، هنا وقال أخاف يأتيني الشيطان وأرائي أترك الصلاة، لو ترك الصلاة شرك أصغر. يصلي هنا أو يأتي في طرف من المسجد ويصلي، المهم لا يترك الصلاة خوفا من الرياء. الثالث إخفاء الأعمال قدر المستطاع، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعمل تعلم شماله ما تنفق. لبعض الناس اتصل عليك قال والله اليوم في المسجد النبوي بعد صلاة الفجر وإحنا خارجين من باب السلام حصل كذا وكذا. يعني إيش؟ يعني أنا مصلي الفجر وجاي من الساعة 3 و4 في الليل في الصف الأول، عرفت؟ نعم. وبعض الناس اتصل على بعض الشباب قال وين أنت؟ قال يا أخي أنا حمامة المسجد النبوي وصلي الفجر والعشاء بوضوء واحد، لا أخرج من الحرم. والله صدق، والتصوير اليوم حدث ولا حرج. بعض الطلاب يقول طيب وهذا التصوير؟ التصوير يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إذا كان في منفعة تصوير الدروس العلمية يقول يصح، أما أن نصور الحج والعمرة وتصور الحاج والدعاء وهو يطوف ويسعى، واحد من الحجاج جاء ومعه مخرج أو ما أدري مصور خاص يصور له حتى إذا رجع يعني يخرج الفيلم كاملا للحج والعبادات التي حدثت. وأنت تعرف بعض الدول إذا رجع إلى الحج يصنع الزردة والوعدة والطعام ويكتب على البيت، أنا رأيت بعيني يضع البيت طائرة وجبل عرفة وصورة الكعبة ويكتب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. رجع بعض رجل اسمه حسن من عندكم رجع إلى بلاده وصنع الوليمة وكذا، والمهم بعد أيام كان يمشي في السوق اسمه حسن، وهذا الصديق ينادي يا حسن، هذا لا يرد يا حسن يا حسن، قلت قد ندم، قال قد كانت حسن صديقي، قال أنا حسن أدفع 25,000 وأصنع المهم هو يقول الزردة والوعدة وأصنع وأكتب لافتة أنا الحاج حسن. حج النبي صلى الله عليه وسلم، حج الصحابة رضي الله عليهم، في واحد قال الحج أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إيش حاج وحاج؟ واحد كتب على بيته تحمل الحاج 5، يعني إيش؟ 5 مرات حج إلى بيت الله الحرام، وممكن واحدة منها ما كان في بيت الله الحرام. والله الذي لا إله إلا هو يحج إلى بعض القبور أكثر مما يحج إلى بيت الله الحرام. وبعد هذا البعض يقول لا داعي نعلم التوحيد. إذن الرياء أمر خطير. خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابة من الرياء رضوان الله عليهم، إذا نحن من باب أول، أشد من خوفي عليهم من الدجال، مع أن الدجال فتنة عظيمة والشرك أكبر. لماذا؟ لأن الرياء في كل وقت والدجال في زمن محدد، والدجال فتنة ظاهرة والرياء فتنة خفية. اسمع، أمس سألني أحد الطلاب قال هل أنا مخلص وأحيانا يجيني الشيطان وأنا في الجامعة الإسلامية أريد أترك المعهد والجامعة الإسلامية؟ لا. طيب لو قلنا بهذا ما أحد طلب العلم، أنا لا أدرس، شيخ حديثي لا يصلي بالناس، لا أحد يؤذن، صح يلعب عليك، لا، علم وامضي وقل يا رب ارزقني الإخلاص واحرص أن
تحت الأعمال ما استطعت، والله سبحانه وتعالى يغفر لي ولكم. فنسأل المنان أن يجيرنا من الديار مضاعفا أجورا. طيب، بعد هذا ذكر المؤلف باب خطير جدا، أخطر من باب الرياء. ذكر المؤلف باب أخطر من باب الرياء. الرياء المرائي الآن يريد ماذا؟ مدح الناس. هذا لا يريد مدح الناس، يريد ماذا؟ يقول هو يريد الدنيا بعمل الآخرة. أخطر من باب الرياء. لماذا؟ لأنه قد يرائي في صلاة، لكن هذا يصلي إماما بالناس من أجل إيش؟ مكافأة. ولما عندما يتخرج من الجامعة الإسلامية قال والله الجامعة الإسلامية هذه جامعة فيها أعوذ بالله، والله أنا تحملت هذا يعني حسن إن أعطي. كيف نعرف هذا يريد الدنيا أو يريد الآخرة؟ الضابط ما هو؟ إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وزعنا كتب وهذا الأخ ما حصل فيه، قال والله هؤلاء ظلم ويدرس التوحيد، والله ما يصلح يدرس التوحيد، وإن لم يعطى سخط. مفهوم جامعة الإسلامية قالوا لهذا مفصول، قال لأنكم كذا عيال كذا مثلا، ويكتب في الانترنت إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. أعطيكم مثال أوضح من هذا. بعض الناس أيام الاختبارات ما شاء الله في الصف الأول لا يسب ولا دخان ولا صور خليعة ولا شيء، صح؟ حتى تخرج النتيجة وبعد خلاص، صح؟ عندما يخطب سعاد الشيخ معان، خطب سعاد وبدأ يزيد في الصلاة في التقوى الصدقات يا رب يستر، حتى وافقت سعاد ثم ترك كل شيء. إن أعطي وإن لم يعط يريد الدنيا بعمل، هو أخلص لكن كان الإخلاص من أجل الدنيا، صحيح؟ كيف نعرف إن أعطي رضي وإن لم يعط؟ أخطر من باب الرياء. لماذا؟ لأنه قد يرائي في صلاة واحدة، أما هذا عندما يصلي بالناس من أجل المكافأة، صح؟ كل الصلوات من أجل الدنيا. عين الأخ مؤذن وقالوا هذا الشهر وزارة الأوقاف قالت ما تعطيك المكافأة، قال والله ما أذن، إن أعطي رضي وإن لم يعطى انتبه، لا يكون غضبك ورضاك إلا لله. ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهى حرمته. طيب، الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحق حقا وارزقنا اتباع الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى صحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. كما ما يتعلق بالكفر بالطاغوت، أراد المؤلف رحمه الله أن يبين الإيمان الصادق والإيمان الكاذب. ألم ترى إلى الذين يزعمون، يعني كذبوا، أنهم آمنوا بما أنزل إليك القرآن، منزل غير مخلوق كلام الله صحيح، وما أنزل من قبل كل الكتب. طيب، زعم، ما دليل الزعم؟ دليل الزعم يؤمنون بالجبت والطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى الكفر، وقد أمروا أن يكفروا بماذا؟ بالطاغوت قبل الإيمان بالله. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألم ترى أن الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا نحكم الكتاب والسنة، تعالوا نثبت الأسماء والصفات، يقول الشيخ الإسلام يستدل بهذا، تعالوا نرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم في إثبات ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا، نريد أن نجمع بين المتهاوتين والحرام عيارا والشرع علماء المتفلسفة وعلماء الكلام.
إلى الإيمان الصادق يحكم الشريعة. وأراد أن يبين في الباب الثاني، أراد أن يبين الحكم بغير ما أنزل الله. إذا يعتقد أن الحكم بما أنزل الله لا يصلح، أو حكم فلان من الناس أو القوانين أو الطواغيت مساوي لحكم الله أو أحسن، هذا إذا اعتقد كفر كفرا أكبر. وإذا اعتقد أن حكم الله يجب أن يطبق وهو الأصلح للبلاد والعباد، لكن قدم حكم القوانين والطواغيت ليرى بنفسه أو حب رئاسة أو منصب، هذا كفر دون كفر، كفر أصغر غير كفر من الملة، لكن على خطر عظيم وموشك الوقوع في الكفر الأكبر. وبهذا انتهى القسم السابق.